بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد شرح المسائل الحسابية في المحاضرة الثانية للاقتصاد، وهنبتديهم مع مرونة الطلب السعرية، ودي بتساوي التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في الثمن. التغير النسبي في الكمية المطلوبة عندنا ليه قانون. القانون بيقول كاف شرطة ناقص كاف على ث شرطة ناقص ث على ث. كاف شرطة الكمية المتغيرة، كاف الكمية الأساسية، ث شرطة السعر المتغير، وث السعر الأساسي. طيب، بفرض ان الطلب على السلعة س بيمثلوا الجدول ده، عندي الثمن والكمية ألف وب وجيم ودال. فألف الثمن 10، الكمية المطلوبة ب، الكمية المطلوبة 100، في ب الثمن 8، الكمية المطلوبة 150، في جيم الثمن 6، الكمية المطلوبة 180، في دال الثمن 4، الكمية المطلوبة 200. هو عايز مني مرونة الطلب مع التوضيح بشكل بياني. نبتدي مع مرونة الطلب. احنا قلنا القانون بتاعها التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في الثمن، وده بيساوي زي ما قلنا كاف شرطة ناقص كاف على كاف على ث شرطة ناقص ث على ث. طيب، اعرف ازاي كاف شرطة واعرف ازاي كاف. انا ابتديت هنا بايه؟ ابتديت بألف، يبقى ألف هو ث وكاف، السعر الاساسي والكمية الاساسية. لو رحت الب هيبقى الثمن هنا هو ث شرطة، والكمية هنا هتبقى كاف شرطة. تمام، انا هنا بتكلم عن ألف وب. طب لو رحت الجيم، لو رحت الجيم الثمن هنا ث شرطة، والكمية المطلوبة هنا كاف شرطة. الله، طب فين كاف؟ ألف؟ لا، مش ألف، ب، لأن ده الأول. التغير بقى في ب 8 على سبيل المثال في الثمن. لما أروح لجيم يبقى الثمن الأساسي بقى في ب. لما أروح لجيم في الكمية كاف شرطة يبقى كاف الأساسي في ب. طب لو نزلت الدال وقلت إن التغير في الثمن بقى 4، طب الثمن الأساسي فين؟ بقى اللي فوق منه على طول اللي هو ج. يبقى أنا النهاردة لما أجي أجيب مرونة الطلب عند ب، أنا هنا هتكلم عن ب. مرونة الطلب هنا يبقى آدي ث شرطة وآدي كاف شرطة. لا، فين ث وفين كاف الأساسيين؟ موجودين في اللي قبل منها على طول، اللي هو ألف الثمن ث 10، والكمية المطلوبة كاف 100. طيب، أجي أعوض في القانون. كاف شرطة أهي 150 ناقص كاف أهي 100 على 100 على ث شرطة أهي في ب، لاني بتكلم عن ب. طيب، الثه الاساسية فين؟ فوق منها اهي 10 على 10 تساوي 150 ناقص 100 هيديني 50 على 100 اللي هي المقام. يبقى 150 ناقص 100 على 100 هتديني 50 على 100 على 8 ناقص 10 هتديني سالب 2، طبعا لان العشرة هنا هي اللي بالسالب، يبقى سالب 2 على 10. 50 على 100 هتديني 5 من 10 على سالب 2 على 10 هتديني سالب 2 من 10. اما اجي اقسم 5 على 10 على سالب 2 من 10 هتديني سالب 2.5. كده انا جبت مرونة الطلب، وهوضحها بالشكل ده، الشكل البياني.
الإشارة السلبة دي معناها إيه؟ تشير إلى أن العلاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، وأن كل تغير في الثمن بنسبة 1%، يعني أنا هفترض إن الثمن اتغير بنسبة 1%، هيقابله تغير في الكمية المطلوبة بنسبة 2.5%، يبقى أنا كده عندي طلب مرن. تعال نروح نجيب مرونة الطلب في جيم. أنا قلت إيه؟ قلنا إن لما أجي أتكلم عن جيم وأبقى عايز مرونة الطلب فيها يبقى السعر في جيم هو ثه شرط. طب ثه فين؟ في اللي قبل منها على طول اللي هي ب. كذلك الكمية المطلوبة في جيم هتبقى كاف شرطة، والأساسية هتبقى كاف اللي هي 150. يبقى انا لما اجي اعوض اقول كاف شرطة 180 ناقص كاف 150 على كاف 150 على السعر بتاع جيم 6 اللي هو ثه شرطة ناقص السعر في ب اللي هو ثه السعر الاساسي على ثه اللي ب 8 تساوي طرح ده هيديني 30 على 150 على السالب هنا مع الكبير، يبقى 6 ناقص 8 هيديني سالب 2 على 8. ده هيساوي ايه؟ 30 على 150 هيديني 2 من 10 على سالب 2 على 8 هيديني سالب 25 من 100. طيب انا كده وصلت للصورة دي، هقسم 2 من 10 على سالب 25 من 100 هتديني سالب 8، برضو النتيجة بالسالب. إذن الإشارة السالبة تشير إلى أن العلاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، وأن كل تغير في الثمن ب1% هيقابله تغير في الكمية بكام؟ ب8%، وهيكون الطلب مرن. نروح لمرونة الطلب الداخلية. في مرونة الطلب الداخلية بقول التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في الدخل، يبقى الطلب الداخلي ده الخاص بالدخل. طيب القانون بتاعه التغير النسبي في الكمية المطلوبة احنا عارفينه، كاف شرطة ناقص كاف على كاف. طيب بالنسبة للدخل بقى هيبقى لام شرطة ناقص لام على لام، حيث ان لام تعبر عن الدخل ولام شرطة تعبر عن التغير في الدخل او الدخل الجديد. طيب تعالوا نجيب مرونة الطلب للجدول ده. هو بيقول لي ان الدخل كان 500 فالكمية المطلوبة كانت 100، الدخل لما كان 600 الكمية المطلوبة بقت 150. تيجي نعوض في القانون، كاف شرطة اهي ناقص كاف على كاف على ثه شرطة التغير في الدخل ناقص الدخل الأساسي على الدخل الأساسي، يبقى لام شرطة ناقص لام على لام هتديني هنا، ده هيديني 5 من 10 وده هيديني 2 من 10. 5 على 10 على 2 من 10 هيديني 2.5%. طيب تعالوا بينا ناخد مثال على مرونة الطلب السعرية. بيقول لي فيما يلي بيانات عن العلاقة بين الكمية المطلوبة لسلعة ما عند الأثمان المختلفة والسعر المتوقع للوحدة في عام 2013 هو 32 جنيه. اداني الجدول المطلوب تقدير حجم المتوقع للطلب لعام 2013 باستخدام معامل مرونة الطلب السعرية. أنا عندي هنا 3 سنين 2011 و2012 و2013. قال لي السعر في 2011 كان 60، في 2012 48، في 2013 32. الطلب بالمليون وحدة في 2011 كان 100، في 2012 دي 112 مش 122، والطلب في 2012
مجهول ومطلوب مني اجيبه. طيب انا هعمل ايه؟ هروح معوض في مرونة الطلب السعرية بالنسبة لسنة 2012 وسنة 2011، اللي هو التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في الثمن. يبقى انا بقول كاف شرطة ناقص كاف على كاف على ث شرطة ناقص ث على ث. تمام؟ طيب كاف شرطة التغير في الطلب احنا قلنا 112 ناقص كاف الأساسية بمية على كاف بمية اهي، على التغير في الثمن 48 في 2012 ناقص التغير في 2011 اللي هو 60، يبقى ث شرطة 48 ناقص ث 60 على ث 60. طيب اسم الدول هتديني 12 من 100 على، طيب دول هيدوني سالب 2 من 10، يبقى 12 من 100 على سالب 2 من 10 هتديني سالب 6 من 10. كده انا جبت مرونة الطلب السعرية. طيب انا عايز بقى بمعلومية مرونة الطلب السعرية دي اجيب الطلب في 2013 كام. هقول له ايه؟ سالب 6 من 10 اللي هي مرونة الطلب السعرية تساوي، انا ما عنديش كاف شرطة مجهولة، طيب اعمل ايه؟ هعوض عنها بحرف سين او بالرمز سين، واكمل في القانون زي ما انا، سين ناقص كاف احنا جبناها هي اللي 112 على 112، على نروح للتغير في السعر هقول ث شرطة اللي هي 32، انا هنا بتكلم بقى عن 2013، 32 ناقص 48 اللي هو السعر في 2012 على 48، يبقى ث شرطة ناقص ث على ث تساوي، هخلص من ده، اخلص منه ازاي؟ هقول س ناقص 112 على 112 على 32 ناقص 48 هتديني سالب 16، سالب 16 على 48 هتديني سالب 1 على 3. طيب نقف هنا، المفروض بقى ان الناتج النهائي هيبقى ايه؟ سالب 6 من 10 يساوي س ناقص 112 على 112 على سالب 1 على 3. انا عايز اخلص من ده، اخلص منه ازاي؟ هو انا لو قلبت ده، انا عايز القسمة دي تبقى ضرب. طب انا عايز القسمة ما تبقى ضرب ليه؟ عشان انا عايز اضرب طرفين في وسطين عشان اخلص من المعادلة. طيب احول ده لضرب ازاي؟ اروح اقلب ده، اقلب ده يعني ايه؟ يعني خلي التلاتة فوق والسالب واحد تحت، بحيث اني لما اعمل كده يديني في الاخر رقم صحيح، رقم عادي زي سالب 3 كده، ما يدينيش مثلا رقم 10 تاني، لا يديني رقم صحيح كده. طيب اما اقلب ده هتبقى ايه؟ هتبقى س ناقص 112 على 112 في، انا خلاص قلبت ده، فلما اقلب ده القسمه دي هتتحول لضرب. تمام؟ يبقى في، وده لما قلبته بقى 3 على سالب 1 يعني بسالب 3. خلاص انا كده خلصت المرحلة الاولى. طيب خلصت من الكسر، عايز اخلص بقى من الرقم ده خالص، اشيله من هنا اخفيه، اعمل ايه؟ مش احنا قلنا ان المعادلة المفروض هتكون سالب 6 من 10 تساوي س ناقص 112 على 112 في سالب 3. طيب التلاتة والستة يقبلوا الاسم على بعض، لان انا لو قلت على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين، حلو، يبقى انا اقدر اخلص من دي ازاي؟ ان انا اقسم الطرفين على التلاتة او على سالب تلاتة، يبقى انا هقسم ده على سالب تلاتة وهقسم ده على سالب تلاتة عشان اطير ده خالص.
تمام؟ يبقى هتبقى ايه؟ سالب 6 من 10 على سالب 3 تساوي س ناقص 112 على 112 في، هقسم بقى هنا برضو سالب 3 على سالب 3، سالب 3 على سالب 3 يطيروا مع بعض، يفضل ده سالب 6 من 10 على سالب 3 هيديني 2 من 10، السالب هيطير مع السالب، 6 من 10 على 3 هتديني 2 من 10، يبقى الناتج أصبح إيه؟ 2 من 10 تساوي س ناقص 112 على 112. كده أنا أقدر أخلص من ده، أنا كده عايز أخلص من الأرقام دي، أعملها إزاي؟ أي رقم صحيح للرياضيين أساسا بيفترضوا إن أي رقم بالشكل ده بيبقى مقسوم على 1. ليه؟ ليه مقسوم على 1؟ لأن أنا لو قسمت الرقم ده أو أي رقم يبقى موجود هنا، لو أنا حطيت تحتيه شرطة قسمة وعملت 1 وقلت 2 من 10 على 1 هتديني 2 من 10، يبقى هو هو نفس الناتج، يبقى أنا بفترض إن في 1 بس ما بكتبوش، زي ما بفترض مثلا الرياضيين بيفترضوا إن هنا في 1، يبقى أنا دلوقتي هنا عندي 1، هعمل إيه؟ هروح ضارب طرفين في وسطين، هضرب البسط ده أو هضرب الرقم ده في المقام ده، هيبقى 2 من 10 في 112 تساوي، احنا قلنا ان هنا في 1 يبقى س ناقص 112 في 1، تمام؟ طيب هيبقى شكلها كده، س ناقص 112، طبعا س ناقص 112 في 12 لما ضربناها في 1 بقت بس ناقص 112 تساوي 2 من 10 في 112. كده انا عملت طرفين في وسطين، طيب تمام، هضرب دول 2 من 10 في 112 هتديني 22.4 من 10، تمام؟ طيب يبقى س ناقص 112 تساوي 22.4 من 10. هعمل ايه بعد كده؟ الخطوة الاخيرة ان انا هطلع السالب 112 بره بعكس اشارتها، هتساوي ايه؟ س تساوي 22.4 من 10 زائد، طبعا دي كانت سالب اتحولت الناحية التانية بقت زائد 112، يبقى س تساوي 134.4 من 10. احنا هنا بنتكلم بالمليون وحدة، اذا دي س تساوي 134.4 مليون وحدة، يبقى كاف شرطة اللي انا خليت الاشارة بتاعتها س اللي هي هنا تساوي 134.4 من 10، انا كده جبت المطلوب بتاعي وهو الطلب بالمليون وحدة في 2013. نروح لمثال على مرونة الطلب الداخلية، بيقول لي فيما يلي البيانات التي أمكن جمعها بين الطلب على القمصان الرجالي والدخل للأعوام 2011 و2012 و2013، واداني الجدول ده وقال لي فإذا علمت أنه يتوقع أن يرتفع الدخل إلى 4.5 مليار جنيه خلال عام 2013، وإن معدل الاستهلاك الخاص المتوقع 70%، المطلوب تقدير حجم الطلب على القمصان الرجالي لعام 2013 باستخدام معامل مرونة الطلب الداخلي. طيب أنا دلوقتي هدي مثال مثلا وأقول أنا الدخل بتاعي 10,000 جنيه في الشهر، بصرف منه 75%. طيب ال 75% دول قيمتهم فلوس قد ايه؟ اعرفها ازاي؟ هضرب الدخل بتاعي في كمية الاستهلاك او معدل الاستهلاك عشان اعرف انا بصرف قد ايه، او ال 75% دول يطلعوا قد ايه. يبقى انا دلوقتي اول حاجة في الحل هعمل حساب الدخل المخصص للاستهلاك.
لعام 2011 انا كان الدخل بتاعي 3.2 من 10 مليار جنيه بنسبة استهلاك 75%. عايز اعرف دول يطلعوا كام فلوس؟ هقول له 3.2 من 10 في، هحول دي لنسبة مئوية تبقى 75 من 100 تساوي 2.4 من 10 مليار جنيه. نيجي لسنة 2012، الدخل كان 4 مليار في 72% هتبقى 72 من 100 هيديني 2.88 من 100 مليار جنيه. طيب نروح حساب الدخل المخصص للاستهلاك في 2013. انا عندي الدخل 4.5 مليار في الاستهلاك 70% هتبقى 70 من 100 هيديني 3.15 من 100 مليار جنيه. كده انا جبت المرحلة الاولى. طيب انا دلوقتي لو جيت في مسألة ما لقيتش الاستهلاك احط ايه مكانه؟ يعني هسيبها ازاي مكانه؟ تروح حاطط الدخل على طول. طيب انت هنا بتقول لي معدل استهلاك 75% و72% و70%، طب ايه المشكلة ان بقى معدل الاستهلاك ده 100%؟ لو معدل الاستهلاك بقى 100% مش هتحس ان بقى فيه تغير في الدخل، لان انت بتصرف اللي بيدخل لك، هتحس بتغير دخل ازاي؟ لازم يبقى فيه نسبة فرق ما بين الدخل وما بين الاستهلاك. طيب تعالوا نجيب المرونة الداخلية او مرونة الطلب الداخلية للمثال ده. احنا قلنا ان مرونة الطلب الداخلية بتساوي التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في الدخل، اللي هي كاف صفر ناقص كاف على كاف على لام شرطة اللي هي التغير في الدخل ناقص الدخل الأساسي على الدخل الأساسي. طيب أما نيجي نعوض الكمية أو التغير في الكمية 5 اللي هي بتاعة 2012 ناقص بتاعة 2013 ناقص 4 اللي هي الكمية في 2012 على كاف اللي هي الكمية في 2012 اللي هي كاف شرطة ناقص كاف على كاف على لام شرطة 2.88 من 100 بتاعة 2013 ناقص لام بتاعة 2012 2.4 من 10 على 2.4 من 10 اللي هي لام. دول هيدوني ناتج 1.25% او 1.25 من 100 مليار جنيه. تمام؟ طيب انا دلوقتي جبت مرونة الطلب الداخلية وعايز اعرف الطلب بالمليون هيبقى كام؟ يبقى انا هقول له بمعلومية مرونة الطلب الداخلية هجيب الطلب في 2013. هعمل نفس المثال اللي فوق، هقول له مرونة الطلب بتساوي 1.25 من 100 تساوي الكمية الجديدة اللي هي كاف شرطة انا معرفهاش، فهحط مكانها سين واقول سين ناقص 5 اللي هي كاف بتاعة 2012 تمام على كاف اللي هي بتاعة 2012 اللي هو كاف شرطة ناقص كاف على كاف على لام شرطة ل 2013 3.15 من 100 ناقص لام بتاعة 2012 2.88 من 100 على لام 2.88 من 100. اما خلصت ده اداني الناتج ده. طب يلا بينا بقى نعمل نفس المسألة اللي فوق. لا استنى، المسألة اللي فوق كان لازم يديني رقم صحيح. هو انا لو قسمت ده هيديني رقم صحيح مش رقم عشري؟ ما تيجي نشوف. انا دلوقتي هقول 27 من 100 على 2.88. ايه ده؟
لا اديتني رقم عشري، لا مش هينفع. طب هعمل ايه؟ هخلي الناتج ده زي ما هو 93 من 1000، يبقى 1.25 تساوي س ناقص 5/5 على الناتج 93 من 1000. ده ناتج القسمة بتاع ده اهو. طيب مش احنا قلنا ان اي رقم بيبقى مقسوم على 1؟ جميل. انا عايز اغير دي لضرب، اللي هي المرحلة الاولى في الحل عندي، ان انا اغير دي لضرب. طب عشان اغير دي لضرب هعمل ايه؟ لازم اقسم ده اقلبه. طيب انا هنا عندي فيه 1، صح كده؟ طيب لو قلبت ده وخليتها 1/93 من 1000 اقدر اغير الاشارة دي لضرب. طيب تعالوا نعملها. 1/25 من 100 يساوي س ناقص 5/5 على، هنا في 1 قلنا، بقى اهو 93 من 1/1. انا عايز اغير دي لضرب، اروح قالب دي، يبقى بتساوي ايه؟ 1/25 من 100 تساوي س ناقص 5/5، علامة القسمة هتتقلب ضرب، والرقم ده هيتقلب، يبقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق تبقى 1/93 من 1000. طيب احنا قلنا بعد ما بقلب الاشارة بيبقى اهم عندي ان انا اخلص من الجنب الشمال ده. طب حلو جدا، اخلص منه ازاي؟ اعمل ايه؟ شفت المقام ده؟ هاخد المقام ده واروح ضرب في القسمة كلها، وفي نفس الوقت هضربه في الرقم اللي بره. هاخد المقام ده 93 من 1000 واروح ضربه في القسمة دي كلها، واروح ضربه في الرقم اللي بره اللي يساوي، اللي هو 1/25 من 100 ده. طب هو انا هعمل دي ازاي؟ اقول لك. بص يا سيدي، انا عندي اهو 93 من 1000، هضربها في ايه؟ 1/93 من 1000، يبقى انا هاخد الرقم ده اضربه في القسمة كلها، يبقى 93 من 1000 في 1/93 من 1000. تمام اهو، هقول 93 من 1000 في 1/93 من 1000 تساوي 1، صحيح. يبقى ده اما هضربه في 93 من 1000 هيديني 1، صحيح. يبقى انا خلاص خلصت من الجنب ده، يبقى انا خلاص خلصت من الجنب ده، هنا بقى في 1، هروح ضربه هنا. احنا قلنا هنضرب في هنا اللي هو بره اللي يساوي، وهنضرب هنا، هيبقى 1/25 من 100 في 93 من 1000 تساوي س ناقص 5/5 في 1/93 من 1000 في 93 من 1000. تمام، الناتج هيبقى ايه؟ اما اضرب الاتنين دول في بعض هيديني 117 من 1000 تساوي س ناقص 5/5، ده لما ضربته هنا اداني 1، يبقى ده بيساوي ايه؟ س ناقص 5/5 في 1 هتديني س ناقص 5/5، يبقى 117 من 1000 تساوي س ناقص 5/5. خلاص انا كده خلصت، بقى عندي الرقم اللي بره. احنا قلنا ان الارقام دي بيبقى تحتها ايه؟ 1، اروح ضارب طرفين في وسطين عشان اشيل علامة القسمة. طيب 117 من 1000 في 5 اهي تساوي س ناقص 5 في 1 هتديني س ناقص 5، اتحلت اهي والقسمة اتشالت. نعمل ايه؟ نضرب الاتنين دول في بعض يديني 58 من 100، يبقى 58 من 100 تساوي س ناقص 5. انا دلوقتي عايز الس لوحدها، هعمل ايه؟ هروح مطلع السالب 5 دي بره بعكس اشارتها، هي سالب تطلع بره تبقى موجب، يبقى س تساوي 58 من 100
زائد 5. اما اجي اجمع دول يديني كام؟ 5.58 مليون قميص. يبقى كاف شرطة اللي انا كنت بدور عليها هنا 5.58 مليون قميص. انا كده بمعلومية الطلب الداخلية جبت كمية التغير في الطلب في سنة 2012. كده يبقى احنا شرحنا المسألتين بتوع الاقتصاد. اتمنى ان انا اكون شرحتهم بافضل طريقة ممكنة. في الامتحان في الغالب يا هتيجي مسألة منهم يا هيجي المسألتين، كل ده هيبقى بناء على قرار الدكتور، وان شاء الله الامتحان ده هيكون سهل وبسيط. اشكركم ويا رب اكون قدرت افيدكم بافضل طريقة ممكنة.